إن لله وإنا إليه راجعون. في هذه الأثناء يتم تحضير لثمان الكبير والفنان القدير عزيز عبد الله، يتم نقله إلى مثواه الأخير. نسأل الله أن يشمله برحمته يا رب، ويغفر له ويثبته عند سؤال الملاكين. إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون. إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون. إن شاء الله أن يرحمه ويغفر له. فقدنا هرم من أهرامات الفن المغربي، الفن سهيل. بعد نوقفوا ليه احنا شويه الوقت كيف هذا الأثناء يتم تحديد اللائحة اللي غادي تدخل مع أهل المقبرة، لأنه إن شاء الله له الرحمة والمغفرة. أثناء يتم نقل جثمان الراحل الفنان الكبير عزيز سعد الله، ويتم تحديد اللائحة اللي غادي تصاحبوا مثواه الأخير. نسأل الله له الرحمة والمغفرة. الله يثبته عند السؤال يا رحم الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه يا ربي، فنان كبير، عطى الشيء الكثير. إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون. الناس اللي كما كتعرفوا الفنان الكبير المرض ديالو ما كانش طويل، وقت قصير، وقت قصير كما كتعرفوا في شهر 3 يمكن بالضبط مسا مجموعه صحيه عاديه، مسا على اثر هذا واحد المستشفى كبير بمدينه الدار البيضاء، من موراها غادي يكتشف انه عنده سرطان.
وأنه افتكتهم كبير، حاول على أنه يقاوم المرض، ولكن الموت حق علينا كاملين. إن شاء الله له الرحمة والمغفرة. الله يسلمك، عندي سؤال الملكين ورزق الجنة يا رحم الرحيم. يعني كان غارة وساعدهم يعني كثير، كثير فنان كبير، وكان محب يعني المغاربة كاملين تيحبوه. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يصبر العائلة ديالو الصغيرة، والله يصبر العائلة ديالو الكبيرة، واللي هما المغاربة كاملين. أكيد فدعواتكم معاه بالرحمة والمغفرة. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. واللي يعني غتبقى الاعمال ديالو راسخه في الاذهان. عزاؤنا واحد، قلوبنا كتبكي عليه، يعني خلف وراه يعني الجزء الثاني ديالو اللي هي خديجه اسد. شنو يمكن تقول لنا على هذا العملاق الكبير؟ ايوا شنو الله يرحمه ويوسع عليها. اولا هي خساره كبرى، والمشهد الفني المغربي والكاع المحبين ديالو. وفي السينما وفي التلفزيون، ممثلان، مخرجان، مؤلفان، وايضا فنانا كوميديا عبر الثنائي عزيز صد الله وخديجه اسد، وايضا مناضلا نقابيا فنيا، بحيث انه من المؤسسين ديال النقابة الوطنية لمحترفي المسرح، النقابة المغربية لمهني الفنون الدرامية الفنية. بالتالي رجل هجم الذي لا يمكن الا ان يكون مسرحا. هذا ديال الضيف توجيه جديد في الدراسة. جدا مرحبا مرحبا. أنا كاميرا مدرسة. في هذه الأثناء كتقوم صلاة الجنازة على روح الفقيد. هاي تدفن واقف هاد الشيء. الله عليك.
هذه اللحظات مشاهدي قناة علاش إذن كرام في هذه اللحظات كاينة صلاة الجنازة. هنا المباشر نقل صلاة الجنازة على روح الفقيد والفنان القدير سعد الله. إن لله وإنا إليه راجعون. زكريا.